رجعنا لكم بالفقرة اللي بنجاوب فيها على أسئلتكم اللي بتجينا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا السؤال إجانا من عمار. عمار دايما بيحكي إنه دايما بعد ما يمضى 5 ساعات من الصيام بحس بوجع وثقل في معدته، مع إنه بيكون متسحر. شو بيكون السبب؟ شو الحل؟ طبعا وجع المعدة أول شغلة، عشان زيد نشرح للمرضى وين المعدة بالضبط، لأنه الناس بيجي بيحكوا لي والله أنا معدتي تحت. المعدة بالمنطقة العلوية من هاي المنطقة، هاي هي المعدة. المعدة مش تحت، اللي أسفل القفص الصدري بالضبط، بالنص هيك مش تحت، المحل الناس بتحكي عنه يا قلبي يا قلبي تحت بالضبط. هلا بيحكي لك والله معدتي تحت، المعدة مش تحت، القولون تحت والأمعاء الدقيقة. هلا خلينا نفترض إنه عمار قاعد عم بيعرف بالضبط وين معدته، اللي هي المنطقة هاي اللي هون. هلا آلام المعدة بعد الصيام، بعد 5 ساعات من الجوع، عادة ما بتكون إلها علاقة بهضم الطعام، لأنه بكون الطعام انهضم خلال ساعة أو ساعتين، يعني منستبعد المرارة، البانكرياس، الأمور هاي كلياتها. بضل إشي له علاقة بالمعدة نفسها، الإشي اللي له علاقة بحموضة المعدة. هلا حموضة المعدة ممكن تعمل لنا مشكلتين. المشكلة الأولى زيد اللي ممكن تعمل إياها قرحة في المعدة أو قرحة في الاثنى عشر. أيام زمان كانوا يحكوا والله إذا أنا صابني ألم بعد الأكل ممكن تكون قرحة المعدة، آلام مع الجوع قرحة الاثنى عشر. هذا الحكي مش جدا دقيق صراحة، صعب نميز بيناتهم. ولكن الألم اللي بتصيب لعمار بعد الجوع بعد 5 ساعات ممكن إلها علاقة لا سمح الله بقرحة المعدة، سواء الاثنى عشر أو قرحة المعدة. الأمور الأخرى اللي ممكن تأثر مثل زيادة حموضة المعدة، نعرف إحنا الجرثومة الحلزونية، الجرثومة الحلزونية إلها دور في قرحة المعدة، في التهابات المعدة. فإذا كانت معدتي فاضية إلها 5 ساعات وأنا صاحي، ممكن تؤدي إلى آلام في منطقة المعدة، ولكن ما لها علاقة بآلام الهضم لأني أنا صايم. مشان هيك إحنا دائما ننصح الناس إنه ما يكتروا على السحور المشروبات الغازية، أو يشربوا قهوة، أو إنهم يدخنوا. طبعاً التدخين بأي وقت مش مفيد للبني آدم، لكنه بيزيد الحموضة بالمعدة 100%. أي مشاكل بتزيد الحموضة في المعدة، مثلاً إفرازات المعدة، ممكن تؤدي إلى مشاكل. إيش اللي نسينا نحكي عنه زيد؟ اللي هو مسكنات الألم. في ناس كتير بحكي لك أنا بتوجعني مفاصلي، فما بقدر أخذ حبة المسكن وأنا صايم، فبالتالي قبل ما يصحر بتلاقي أخذ حبة المسكن الألم، اللي هي الأدوية ضد الالتهاب. هاي بتعمل تقرحات في المعدة. في ناس بياخدوها عشان وجع المعدة بالضبط. هاي مشكلة، هاي تعمل تقرحات، قد تعمل نزيف في المعدة كمان. فإذا بدك تأكلها خدها على معدة مليانة، أو خدها مع مادة تحمي المعدة من هاي مسكنات الألم هاي الموجودة. شكرا محمد على هاي الإجابة السريعة. شكرا لكم لمتابعتكم لبرنامجنا على التلفزيون وعلى قنوات التواصل الاجتماعي. ابعتوا لنا أسئلتكم وإن شاء الله راح نجاوب على أكبر قدر ممكن منها. بنشوفكم بالحلقات الجاية من الأطباء 7.